بان علينا اننا تنفتقدوا في الشوط الاول لديك الطراوه البدنيه، ولكن طلبنا منهم اننا نصبروا لان غيتيحوا لنا فرص واننا ما نرتكبوش اخطاء، لان شفنا كيفاش فريق الوداد انه الطريقه اللي لعب بها كنا متوقعينها، وحاولنا اننا نستافدوا من الغيابات اللي عندهم في الدفاع وكذلك في خط في كرسي الاحتياط، لان شفنا عاوتاني مره اخرى في هذه المباراه انهم تفتقدوا اللاعبين احتياطيين في خط الدفاع، وبالتالي ضغطنا حاولنا اننا نرهقوا اللاعبين ديالهم. وهذا الشيء اللي تاثى الحمد لله، اللاعبين اللي دخلوا من بعد عطاو اضافه تنشكرهم، لان هذا هو الفريق، فريق فيه لاعبين تقدموا مستوى ولاعبين تقدروا يدخلوا من بعد باش يقدموا اضافه نوعيه. تنظن بان في مجريات المباراه كنا نستحقوا انتصار، وتنهني الجمهور ديالنا على هذا الانتصار، ونتمنى اننا نستمروا في هاد المسيره هذه، لان ماشي سهل انك تلعب يوم الاربعاء مع حسنيه، وتلعب اليوم كذلك مع الوداد، جوج ديال الفرق اللي كبار في المغرب. وتنبغي مره اخرى نهني اللاعبين كاملين على الروح ديال المجموعه وعلى المجهود اللي بذلوه في المباراه كلها.